السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي اشوف لو انا عايز ارسم لاين، بختار لاين ومن هنا بشوف مثلا عايز ارسم خط مرة واحدة سنجل بالشكل دوت، او عايز ان انا يكمل معايا بالشكل دوت، او عايز ارسم مستطيل. وهنا الاشكال كتيرة، هنشوف ازاي نعمل واحد جديد. وبعد كده بنقول له مثلا احنا عايزين لاين كاتيجوري ايه، وهنا السهم اللي احنا عايزين نرسم بيه. طيب انا دلوقتي بقى ممكن عايز ادخل اغير في الخصائص، فبقول له اوبشن element attribute lines، فبيجيب لي كل خط الخصائص بتاعته. طيب ممكن اقول انا عايز واحد جديد واقول له سامبل بالشكل دوت، اوكي. طيب ده الخط، وبعد كده في جاب مثلا معينة بين الخط والتاني بالشكل دوت، وممكن ده ممكن نعمل لوحة جديدة اهوت، اوكي. فهقول له هنا عايز ارسم الخط دوت، فبرسم اول نقطة وتاني نقطة، وهو يبدأ يرسمهم بالشكل ده.